متابعي قناة أنفاس بريس، السلام عليكم. مازال عند محمد الروحلي مازال ما يتقال حلي الله، دابا في 2002، والحلقة اللي فاتت بقينا في النهاية ديال الزمالك والرجاء برسم نهاية كأس الفرق العربية البطلة. لا إفريقيا. إفريقيا إذن إفريقيا. تفضل اسمعنا. قلت بأن فعلا اتصلوا بنا على أساس بأن الديبار غادي يكون من الأوتيل مع الوحدة النهار، مقابلة معاش مع السبعة. فأنا بطبيعة الحال أول واحد رياجة هو أنا. بزاف أخويا، واش نمشيو مع الوحدة والمقابلة السبعة؟ فقال لي ذاك الصحفي المصري مع واحد مسؤول على فريق الزمالك، قال لي أرجوك 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 خاصك ساعتين من عمرك توصل للكيان. قال لي أرجوك أرجوك منا زعما تحملوا، راه مشكل التنظيم. تي واش راه نهاية كأس العالم ما فيهاش هادشي بزاف؟ واش نمشيو من الوحدة النهار المقابلة السبعة د العشية، وتخرج معاش غتخرج المقابلة غتسالي مع تسعود وتسالي خدمتك مع العشرة ولا الحداش، معاش غترجع لهذا الفندق معاش غتسالي. فكان الإصرار أنه نخرجوا مع، فمشينا في الكار باقي كنتذكر كان معنا الصحفي السي عبد الله جداد من العيون اللي كان مشى كذلك من الوفد صديق. من الوفد ديال الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه. فوصلنا استاد القاهره، داك السخب حراره الجمهور مع في الطريق، احنا غادي نقتلوكم احنا غنربحوكم احنا غنديروا شيء عادي جدا. وصلنا اول حاجز امني قبل الباب الرئيسي ديال الملعب بواحد كيلومترات. ف جا واحد المسؤول امني هز داك الطاكي والكي قال له شكون هادو؟ قال له وفد صحفي، 11 صحفي مغربي واثنين بلجيكي. فواحد واحد اللقطه يعني بقى مبرر نسينا، كيقول لي عمليات عمليات، حتى كيجاوبوا السونترال ديالها كيقولوا معايا 11 صحفي مغربي واثنين بلجيكي، اعمل فيهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ قلت له انا قطعهم. كيقول لي ذاك الصحفي يا اخي ارجوك ارجوك. قلت له علاش ارجوك؟ واش انا داخل انا غيدخلني عند دارو؟ انا جاي نقوم مهمه صحفيه وعندي الحق ندخل، علاش غادي نقول لي ارجوك؟ فعلاش كيخلينا في هكا واقين الشمس والكار فهمتي؟ فدزنا دزنا الحاجز الاول اول، الحاجز الثاني نفس العمليه بنفس نفس الكلام، عمليات عمليات، معايا صحفي 11 صحفي مغربي واثنين بلجيكي اعمل فيهم ايه؟ قاين دوز هذا الحاجز دوز هذا الحاجز. فحنا غادي الباب الاخير غادي ندخلوا، فاذا عبد الله جداد داو الامن. علاش؟ بطبيعه الحال هذه واخا ما نكونش انا كتنسق ديال الاخوان، هذه طبيعتي انا صحفي مغربي كيف ما كان. وانا باقي نعقل قلت لهم هذيك الساعه كانت واحد شويه شنآن بين التاسيس ديال الرابطه، كان مجرد سنتين. فقلت لهم هنا ما كاين لا رابطه لا جمعيه، حنا وفد صحفي مغربي. وفعلا قدروا الاخوان كلهم. باقي كنتذكر عبد الفتاح الحراق اللي كان بعود الاذاعه قال لي واش هذا جمعيه ثالثه؟ قلت له هذا توجه ثالث، فماشي ضروري نكون جمعيه ولا رابطه، ولكن الاساسي هو صحفي مغربي. فعلا مشيت كنجري وكنسولو علاش؟ تفاجئنا بان السي عبد الله جداد كان حامل معاه لافته فيها الصحراء المغربيه. هو اصلا هو من مدينه العيون. فحنا بطبيعه الحال ما يمكن الا نكونوا مع المبادره، ولكن خبرنا باش نكونوا عارفين. انا اختلفت معاه في قضيه ما خبرتيناش، خبرنا هذيك القضيه كتهمنا كامل كمغاربه ما عندناش اختلاف فيها، ولكن نديروها اولا واش نسيقوا نسيق واش ثاني مسموح نديروها حنا كصحفيين ولا جمهور؟ حيت حنا ما كناش جمهور كنا صحفيين. فهذا هو الاختلاف اللي كان عندي انا شخصيا معاه، واختلفت معاه بواحد فهو دل لافته دخلوا عاد واحد الجمهور لقى جمهور مغربي حطها عندهم ورجع للمنصه. فباقي كنتذكر وصلت الساعه الرابعه
بعد الزوال، وكان غادي يجي حسني مبارك هو اللي كان غيترأس المباراه. فكيتصل بيا مصطفى بدري باش يدخل الجامعة، ما جاش معنا في الكار، جا معطل، قال لي روح لي راني برا والباج ديالو عندي. عمليات عمليات باقي كنتذكر مشيت عند هذاك الصحفي المصري، واحد صحفي مصر كنت كنعرفو في التظاهرات الدوليه، قلت له ما عقلتش الاسم ديالو، قلت له عندي مشكل. قال لي اش انتهينا؟ قال لي دخلنا التيار انتهينا. قلت له لا باقي واحد المشكل. قلت له مصطفى بدري برا. قال لي عرفتي شكون اللي يقدر يتحل ليه التيران دابا؟ الباب هو حسني مبارك. فقال لي بالحرف غندير محاولة، أعطيني الباج ديالو. أعطيته الباج ديالو وقال لي وأمري لله ونتمنى يوفقني الله. فبعد تقريبا واحد نص ساعة ولا ساعة إلا ربع بان لي بدري دخل الملعب. فانتهينا، خسرت الرجاء بواحد الطريقة إيش غنقول لك غير مستحقه. ان الرجاء كانت مزيانه وكانت فيها لاعبين متميزين، التحكيم كان مزيان بلا ما كان، عموما كان مزيان ف سالت المباراه كان خاصنا نمشيو للفيستير باش ناخذوا التصريحات، باش الملابس باش التصريحات فكنتفاجئوا هبطنا للملعب، كنتفاجئوا جدار عسكري يحول دون المرور. يا اخي حنا صحفيين مغاربه نريد، كيدويش معاك كيدويش معاك كيدويش تعليمات ما يدويش معاك ما كيجاوبكش كاع نهائيا، واقف حاك. يا اخي الله يخليك راه الوقت والصحافه واللعابه غيخرجوا وهذا. فجاتني فكره ماشي معقوله، وكي درتها صحفي مغربي ورايا جايين واحد المصريين تا هما باغيين يدخلوا، ما عرفتهمش شكون هما، ماشي صحفيين اساسا. فقلت للصحفيين المغاربه ارجعوا اللور ارجعوا اللور، جاو دوك المصريين فهكا. فقلت لهم دفعوا دوك المصريين، دفعوهم طاح كلشي ودخلنا. كان حل باش نديروا هذيك الخدمه، لان قلت لك بلي كتمشي كصحفي كنت خصك دير الوسائل ديالك باش دير العمل ديالك، باش توصل المعلومه. باقي كنتذكر ف جا السفير ديال المغرب انا ذاك، فجاء واحد سابق من السفاره المغربيه قال معالي السفير، فكان جواب ديال جريندو باقي عاقل. قال دابا السفير هذا عرفنا تضربنا تكرفصنا وضربوا هرسوا المسير صبعه، وما كانش ولا اثر السفاره المغربيه. دابا السفير هذا يجي، فالسفير سمع هذيك الهضره ورجع من الطريق نساهم. فانتهت هذه المباراة وهذه الرحلة اللي بمالها وما عليها. انتهت المباراة وانتهت الحلقة انتهت الحلقة في انتظار باش نواصلوا معك في الحلقة القادمة إن شاء الله. ومازال حنا يلاه في 2002 باقي، وأنت باقي في 2021 باقي الحمد لله باقي في المجال إن شاء الله الصحفي الرياضي. إذا متابعي قناة الفاسبريس موعدنا في الحلقة القادمة طرائف ونوادر. محمد روحني تحياتي.